نيران وصراخ. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد المجيد الزنداني حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فلعلكم قد سمعتم وسئلتم عن شريط نزل منذ عامين تقريبا باسم الأصوات المخيفة أو أسماء قريبة من هذا، وكان لا بد أن ينشر هذا الشريط مع بيانات هامة تتعلق به، ولكن قدر الله ما شاء فعل، فقد جاءتنا الأسئلة والاستفسارات من بلاد العرب والعجم ومن بلاد العالم، من أمريكا وروسيا والصين وغيرها، المسلمون يتساءلون عن هذا الشريط، فما هو هذا الشريط؟ الشريط يؤسفني أيضا أن أقول أنه غير واضح، وقد استمعت إلى شريط أوضح من هذا، وأنا أطلب من الإخوان الذين سجلوا هذا الشريط أن يعيدوا تسجيله وأن يعاد تسجيله بصوته الواضح الذي سمعناه أول مرة. وهذا الشريط فيه أصوات لصراخ ملايين من البشر، وفيه تميز واضح لأصوات النساء وأصوات الرجال، فما هي قصة هذا الشريط؟ ما قصته؟ سمعنا عن هذا الشريط في حوالي عام 2000، فأخبرت به طلابي في الجامعة وحدثتهم عنه، وكان في القاعة عدد من الطلاب من روسيا، فقالوا: يا شيخ، هذا الشريط نشر في بلادنا، والقصة حدثت في بلادنا، وقد نشرتها أجهزة الإعلام، الصحف والتلفزيونات منذ 10 سنوات. فقلت: سبحان الله، كيف تتأخر المعلومات حتى تصل إلينا؟ ولكني أحببت أن أتأكد من القصة كما وصلت وكما تناقلتها المواقع على الإنترنت وكما نشرتها وأذاعتها إذاعة أمريكية
في شيكاغو، وأردت أن أتثبت بنفسي، فأرسلت مندوبا إلى المنطقة التي وقع فيها الحفر في سيبيريا في روسيا، وذهب هذا المندوب إلى منطقة مورمانسك، وكان هذا الحفر في منطقة من مناطق سيبيريا، وجلس إلى العلماء وسمع من أهل الاختصاص والمتابعين، وأكد لنا المعلومة وقال إن الحفرة قد استمر سنوات طويلة، وإن اختيار هذا الموقع كان بعد دراسات كثيرة حددت لنا هذا الموقع دون غيره لقربه من الأرض، لقرب الصهير البركاني وهي الطبقة الثانية بعد قشرة الأرض من الأرض، حتى لا يكون الحفر مكلفا ومجهدا. وأخبرنا بأن الحفر تم في شبه جزيرة، وهذه شبه الجزيرة اسمها كوليسكي، والحفريات كانت قريبا من الحدود النرويجية مع روسيا. وعندما تناقل الناس هذا الخبر أثير سؤال، هل يجوز أن نصدق خبر الكافر؟ هل يوثق بخبر الكافر، وخاصة إذا كان متعلقا بأمور دينية؟ وفي الجواب على هذا السؤال، إذا كان الخبر قد جاء متواترا، أي عن جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، وكانت نهايته الحس، أي نهايته الإحساس، الأمور الحسية للأمور النظرية، فيجوز التصديق إذا أحال العقل تواطؤهم على الكذب. Oh.